الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، أخوة الكرام، ما زلنا في مجالس العلم، نسأل الله أن ييسرها لنا ونسأل الله أن يتم علينا وعليكم الخير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه المجالس كما قال عمر بن الخطاب تكفر الله بها، أو قال مجلس واحد من هذا يكفر 70 مجلسا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فرع في تعديل المبهم. قال: اختلف أهل العلم في تعديل المبهم، كقولهم حدثني الثقة أو حدثني العدل، فذهب جماعة إلى عدم قبوله، ومنهم أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشرازي وابن الصباغ والموردي والرويني، وقال أبو حنيفة يقبل والأول أرجح. نعم، ولأنه التعديل تعديل مبهم قد يكون ثقة عنده ليس ثقة عند غيري، فهذا التعديل المبهم بهذه الطريقة لا تقبل. لما؟ لأن النظر في هذا الباب الحائط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تثبت عدالة الراوي، وعدالة الراوي لا تثبت بقول معدل واحد مع وجود الجرح أو مع وجود عدم الضبط أو مع وجود القرائن لا تثبت أنه لم يكن ضابطا، فلابد من تعديل العلماء. قد يعدله المرء لظاهر ويجرحه آخر لأمر قد اطلع عليه لم يطلع عليه المعدل، ومع الجارح زيادة العلم، فلذلك تعديل المبهم لا يقبل. وقد يقال، هو لم يذكر هنا الإمام الشوكاني، لكن ذكر أكثر الذين فضوا شافعية، أكثر الذين لم يقبلوا ذلك شافعية، لكن بعض العلماء قالوا هو حجة لمن حجة للذي للإمام، فهو حجة لمن يتبع هذا الإمام. فإذا قال الشافعي كما سيأتي هو بالأمثلة، لذلك نريدك أن تقرأ هذه الأمثلة. من الشافعي لو قال حدثني الثقة من؟ لأن في أكثر من تأويل في هذا الباب، فإن قال حدثني الثقة فللمتبع للشافعي أن يأخذ بتوثيق الشافعي في هذا الباب. قال: ومن هذا قول الشافعي رحمه الله في مواضع كثيرة: حدثني الثقة، وكذا كان يقول مالك. وهذا إن لم يعرف من لم يسمه، أما إذا عرف بقارينة حال أو مقال كان كالتصريح باسمه فينظر فيه. قال أبو حاتم: إذا قال الشافعي أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، وإذا قال ابن أبي فديك على من؟ عن ابن أبي ذئب. طيب، وهذا نزول من الشافعي، لأن ابن أبي ذئب إيش؟ قرين لمالك، والشافعي يأخذ من مالك عبد علو. قال: وإذا قال أخبرني الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان. نعم، يعني يحيى بن حسان هو الذي يروي عنه الشافعي بواسطته عن الليث بن سعد. قال: وإذا قال أخبرني الثقة عن الوليد بن كثير فهو عمرو بن أبي سلمة، وإذا قال أخبرني الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي، وإذا قال أخبرني الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي، وإذا قال أخبرني الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى. يعني بهذه التأويل، وبين بأن الشافعي عندما قال أخبرني الثقة عرف هذا، فلما عرف هذا إذن لا يقبل التعديل، لما ينظر في تعديل العلماء الذين يتكلمون فيه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة تعارض الجرح مع التعديل. قال: فرع آخر في قبول الجرح والتعديل من دون ذكر السبب. قال: هل يقبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه لا بد من ذكر السبب فيهما، وذهب آخرون إلى أنه لا يجب ذكر السبب فيهما، وإذا كان بصريا بالجرح والتعديل، وإن كان بصيرا بالجرح والتعديل. واختار هذا القاضي أبو بكر، وذهب جماعة إلى أنه يقبل التعديل من غير ذكر السبب، بخلاف الجرح فلا يقبل إلا بذكر السبب. هو الإمام الشوكاني يرجح بأنه الجرح لابد له من تفسير، والتعديل لابد له من تفسير. الإمام الشوكاني يرى أنه لا يقبل التعديل إلا بتفسير، ولا يقبل الجرح إلا بتفسير، وهذا خطأ. المحققون عند المحدثين يرون بأن التعديل أسبابه كثيرة، لذلك لا يطالب المعدل بأسباب التعديل، وأما الجارح هو الذي يطالب
بأسباب الجرح، لا سيما إذا بلغ التعديل مبلغه. ولذلك سنفصل إن شاء الله القول في هذا الباب مع ضرب بعض الأمثلة، لكننا نصل إلى ما رجحه الشوكاني في هذا الباب. نعم. قال: والحق أنه لابد، أنه لابد من ذكر السبب في الجرح والتعديل. نعم، يرجح ذلك كما بينا. نعم. لأن الجارح والمعدل قد يظنان ما ليس بجارح جارحة، وقد يظنان ما لا يستقل بإثبات العدالة تعديلة، ولا سيما في اختلاف المذاهب في الأصول والفروع، فقد يكون من أبهمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه، وهذا خلاف ما يعتقده وإن كان حقا، وقد يكون ما أبهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه وعلى ما يعتقده وإن كان في الواقع مخالفا للحق، كما وقع ذلك كثيرا. وعندي أن الجرح المعمول به هو أن يصفه بضعف الحفظ، أو بالتساهل في الرواية، أو بالإقدام على ما يدل على تساهله بالدين. والتعديل المعمول به هو أن يصفه بالتحري في الرواية والحفظ لما يرويه، وعدم الإقدام على ما يدل على تساهله بالدين. فأشدد على هذا يديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف. قال: فإن قلت وإذا ورد الجرح المطلق كقول الجارح ليس بثقة أو ليس بشيء أو هو ضعيف، فهل يجوز العمل بالمروي مع هذا أم لا؟ قلت: يجب حينئذ التوقف حتى يبحث المطلع على ذلك على حقيقة الحال في مطولات المصنفات في هذا الشأن، كتهذيب الكمال للمزي وفروعه، وكذا تاريخ الإسلام وتاريخ النبلاء والميزان للذهبي. فرع ثالث في تعارض الجرح والتعديل وعدم إمكان الجمع بينهما، وفيه أقوال. وعندما يقول وعدم إمكان الجمع، كأنه يقول والطريقة الأولى هو إيش؟ الجمع بينهما. ولذلك المعلم اليماني في كتاب التنكيل وفي غيره بيّن أن مسألة الجرح والتعديل الأصل فيها أنه ينظر فيه الجمع بينهما قبل أن ينظر إلى الترجيح كما سنبين. قال: فيه أقوال. الأول أن الجرح مقدم على التعديل، وإن كان المعدلون أكثر من الجارحين، وبه قال الجمهور كما نقله عنهم الخطيب والباجي، ونقل القاضي فيه الإجماع. قال الرازي والآمدي وابن الصلاح إنه الصحيح، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليه المعدل. انتقل الشيخ القول الثاني ولا أقرأ بدل؟ نعم. قال: القول الثاني أنه يقدم التعديل على الجرح، لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحة، والمعدل إذا كان عدلا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جرحا. حكى هذا الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. ولا بد من تقييد هذا القول بالجرح المجمل، إذ لو كان الجرح مفسرا لم يتم ما علل به من أراد الجارح قد يجرح ما علل به من أن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا إلى آخره. جزاك الله خير. عامة الكلام على الجرح والتعديل وتعارض الجرح والتعديل هي مسألة نفيسة، هي من الأهمية بمكان، وهذه هي العلم حقا في علم الجرح والتعديل. العلم حقا هو الآن يأتيك اختلاف أنظار العلماء بالنسبة للجرح والتعديل. أنت عندك بابان مهمان لابد من إتقانهما. الباب الأول الأصناف المجرحين والمعدلين، لابد أن تكون مطلعا على هؤلاء الذين يعني يؤخذ بكلامهم في الجرح والتعديل، وأصناف هؤلاء وكيفية يعني كلام هؤلاء وحمل كلام هؤلاء، وإذا اختلف الكلام في محل ومحل آخر وتعارض كيف ترجح بين القولين. والباب الثاني والرجل الثاني هو أن ترى أن أصناف الجرح والتعديل التي جاءت في الراوي نفس الراوي إنما اختلفت. فالأول إذا قلت كما قال الذهبي في المقدمة مقدمة الميزان أنه قال عن المجرحين والمعدلين هم أصناف ثلاثة، صنف يعني جاء أكثر له كلام في أكثر الرواة، كمثلا من كابن معين وله كلام في أكثر الرواة، هذا الراجح الصحيح، ابن معين له كلام في أكثر الرواة. وأيضا مع ابن معين في كثير من العلماء الذين يقولون بذلك أنهم يعني قد انشغلوا بالكلام في الجرح والتعديل، ومنهم من كان متوسطا يعني منهم من كان مكثرا
ومنهم من كان متوسطا. المكثر كابن معين كما قلنا وكابن القطان وأيضا كأبي حاتم الرازي تكلم كثيرا, وفي كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قد بيّن ذلك ونقل عن أبي كثيرا وعن أبي زرعة, عن أبيه وعن أبي زرعة. فالصنف الأول صنف تكلموا في أكثر الرواة. هنا تجد أن كثير من كتب الجرح والتعديل تعج بالكلام على الرواة من مثل ابن معين, أبي زرعة, مثل أبي حاتم, أيضا ابن القطان, ابن مهدي, كهؤلاء. وقسم تكلموا في كثير من الرواة, يعني موسط, تكلموا في كثير مش في أكثر, في كثير من الرواة. أمثال هؤلاء شعبة, شعبة تكلم في كثير من الرواة, لا سيما أن شعبة له ما له من الضبط في هذا الباب. ومالك, مالك النجم أيضا في ذلك, وممكن تضع عبد الرحمن المهدي وتضع أحمد وابن المديني وتضع أيضا البخاري, تكلموا في كثير من الرواة. وكما سنبين هذه الأصناف الثلاثة تنقسم إلى أصناف ثلاثة كما سنبين. والثالث مقلون في الكلام لكنهم تكلموا في بعض الرواة, كمثلا من الشافعي, الشافعي تكلم لكن تكلم في قليل من الرواة لا في كثير من الرواة. وابن أبي حاتم نقل عنه ده أو في ترجمته نقل عنه ذلك, وأيضا البيهقي. وأيضا من ذلك من الذين تكلموا لكن كان الكلام بقلة شيخ الإمام الشافعي, من؟ ابن عيينة, ابن عيينة, ابن عيينة أيضا تكلم قليل. وهذه الأصناف الثلاثة تنقسم إلى ثلاثة أصناف. فمنهم المتشدد جدا في الجرح, المتساهل في التعديل, المتشدد جدا في التعديل, المتساهل في الجرح. ومنهم المتشدد في الجرح والتعديل, ومنهم المتساهل في الجرح وفي التعديل. فهذه الأصناف الثلاثة أو الأربعة على كل الأصناف الثلاثة في هذا. فلا بد للناظر في الجرح والتعديل وتعارض الجرح والتعديل إلى ضبط هذه المسألة, ضبط هذه المسألة من الأهمية بمكان. والأمر الثاني أنه لا بد أن يطلع على هذا ويقول بأن الجرح والتعديل أو الرواة أصناف أربعة. الرواة بالنسبة لما جاء فيه منهم أو جاء فيه من الجرح والتعديل أصناف أربعة. صنف جاء الجرح فيه دون التعديل, صنف جاء الجرح فيه دون التعديل. فهذا المجروح, هذا المطروح الذي لا يؤخذ بقوله بحال من الأحوال, كمن مثلا كنوح ابن أبي مريم ما جاء فيه إلا الجرح, قالوا جمع كل شيء إلا الصدق, فهذا ساقط هارك لا يؤخذ به. أيضا من ذلك مثلا الحارس الأعور, الشعب كان يقول حدثنا الحارس الأعور أشهد الله أنه كذاب. مثال أيضا في أحد يحفظ مثال مثلا أو يذكر اسما ما جاء فيه إلا الجرح, ها وعمرو بن شمر, ممتاز, التدفئة شغلنا تدفئة حقا, وعمرو بن شمر طبعا بعضهم تكلم نعم عدله, لكن الحق أن التحقيق فيه أن الجرح موجود هو ضعيف. ونحن نقول هو ليس بكذاب, ده كلام يعني هذا هو الذي لا ريب فيه, لكن هو ضعيف. عمرو بن شمر أيضا, من آخر؟ ها داود, لوط ابنه, من آخر جاء فيه جرح فقط لم يأتي فيه تعديل؟ من الهلكة هو ممكن يقال ليس ابن أبي سليم, لكن ليس ابن أبي سليم جاء فيه التوثيق وجاء فيه الجرح. وجاب الجعفي أيضا الكلام فيه توثيق وفيه أيضا تضعيف. ما أذكر هل تصدر فيه تعديل؟ يبقى محمد حميد الرازي نعم, يبقى جاء فيه الجرح دون التعديل. يبقى إذن الصنف الأول ما جاء فيه الجرح دون التعديل فهذا مجروح, هذا مجروح, هذا يعني إذا وجد في السند فتعصب به الجناية. من ذلك أيضا الصنف الثاني من جاء فيه التعديل ولا جرح, من جاء فيه التعديل ولا جرح. وهذا طبعا بقى في كثير من الرواة استقاط الأثبات, كابن سيرين, كأيوب بن أبي تميم السختياني, كأيضا الحمدان, كحماد بن زيد, حماد بن سلمة, كالسفيانان, سفيان الثوري, وسفيان بن عيينة, أيضا كأحمد بن سعيد القطان, كابن مهدي, جاء فيه التعديل دون أن يأتي فيه الجرح. فهذا العدل الذي تأخذ رواياته. الصنف الثالث هو الذي لم يأتي فيه لا جرح ولا تعديل, الصنف الثالث الذي لم يأتي فيه جرح ولا تعديل, هذا يعني عند بعض العلماء أنه العدل,
إذ الأصل فيه، الأصل في ذلك السلامة، والأصل في ذلك العدالة. وهذا يعني يرجحه ابن عبد البر بشرط، يعني ابن عبد البر لا يرجحه ترجيحا مطلقا، ابن عبد البر يرجحه بإيش؟ بشرط. إيش هو؟ إيش هو الشرط؟ ممتاز. أن يكون إيش؟ قد انتشر بين الناس أنه طلاب للعلم، أنه حمل العلم، لأنه بيستدل بقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغريم أو انتحال المبطلين. فهنا ابن عبد البر يقول هو عدل. لما؟ الأصل العدالة في المسلم، العدالة كما قال الإمام أبو حنيفة يقول إن الإسلام عدالة، الأصل العدالة، الأصل في المسلم أنه عدل. وجاءت هنا القرينة بطلبه للعلم، وأن الإسلام قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وأيضا ابن حبان، ابن حبان في كتاب الثقات أدخل كثيرا من المجاهيل في كتاب الثقات فعدل، وزيكم قالوا ابن حبان في بعض التساؤل في هذا الباب، وفي نظر سيأتي إن شاء الله تدقيقه، لكنه أدخل كثير من المجاهيل عن الأصل فيهم العدالة. يبقى هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع هو المهم جدا، الصنف الرابع هو المهم جدا، هو صنف جاء فيه عدل وجاء فيه إيش؟ جاء فيه تعديل وجاء فيه جرح، كمن مثلا محمد بن عجلان. محمد بن عجلان الخلاف فيه عريض جدا، محمد بن عجلان جاء فيه تعديل وجاء فيه جرح. يبقى محمد بن عجلان، والثاني ايضا ابن لهيعة، ابن لهيعة احمد بن حنبل يرى انه من احفظ الناس في مصر، في مصر. يبقى ابن لهيعة وايضا محمد بن عجلان، من ثالث؟ قتادة، ده أنت عايز تموت. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، أيضا بهز بن حكيم عن إيش؟ عن أبيه، لكن ده هذا أرفع منزلة من الثانية اللي هي عمرو بن شعيب عن أبيه. من ثاني؟ ضحاك بن مزاحم. أي ضحاك؟ أيوة، الضحاك بن مزاحم. الضحاك بن من؟ هو الضحاك بن مزاحم. يبقى إذن من جاء فيه الجرح وجاء فيه التعديل، وهذا هو العلم، العلم أصلا في هذا الباب من هذه الرواة. فهنا كيف نفعل في من جاء فيه الجرح أو التعديل؟ طبعا الإمام الشوكاني نقل ثلاثة، قالوا الجرح يقدم مطلقا، التعديل يقدم مطلقا، طيب الجرح يقدم إن كان مفسرا، إن كان مفسرا. وبعض العلماء ينظر إلى الكثرة والقلة، قال إن كان الذين جرحوه قلة فالكثرة للمعدلين تقدم، وإن كان الكثرة في الجرح فالجرح إيش؟ يقدم. والصحيح الراجح أننا لنا خطوات ثلاثة في هذا الباب إذا اختلف الجرح مع التعديل. الأولى الجمع بينهم، مثلها مثل المسائل الخلافية، مثلها مثل المسائل الخلافية، أنك تبحث أولا عن الجمع، لأن طرح القول ليس بالهين، طرح القول لا سيما إن كان إمام عدل وإن كان إمام أهل الشأن، فلا يطرح قوله بهذه السهولة. فالأول الأولى أول الخطوات هو الجمع بينهم، أول الخطوات هو الجمع بينهما. فقد نقول من الجمع مثلا أنه جاء فيه التعديل، والجرح الذي جاء فيه جرح بسبب المذهب، مفهوم؟ يعني جاء فيه تعديل، أنه ضبط، عدل ضابط، صادق في نفسه، وأنه عابد، وأنه ضابط تمام الضبط، لكنه يرى القدر، كمن؟ كمثلا قتاده الآن يرى القدر، صحيح ولا لا؟ فيقولون لو جاء الجرح بالنسبة للمذهب فهنا الجمع أولى، نقول هذا جرح إيش؟ في المذهب، ولكنه لا يبطل الرواية، لكنه لا يبطل الرواية، كما قال العلماء أن الجرح بالمذهب ليس بجارح، الجرح بالمذهب ليس بجارح. ليش؟ لأنه لا يبطل الرواية. كثير من الخوارج، كثير من المرجئة، كثير من يعني هؤلاء قد روى عنهم أصحاب الصحيحين، والحق بأن العلماء قالوا لا يطرح الراوي بسبب المذهب، لا يطرح الراوي. وإلا يحيى بن سعيد القطان قال أن لنا بمثل قتادة، بمثل حديث من؟ قتادة، أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني، أيضا المذهب وفي سوء مذهب الإرجاء. فأيضا العلماء قد أخذوا حديثه ورووا حديثه ولم تطرح روايته. يبقى إذن أولا ننظر في الجرح، يكون الجرح أصلا ليس بجارح، وهو أن يكون الجرح بسبب المذهب، بسبب المذهب، كما قالوا لأحمد أن أكتب عن ثور بن يزيد، قال أكتب عنه وكان يرى القدر، قال أكتب عنه واتقوا
قرنيه، اكتبوا عنه واتقوا قرنيه. إذن إذا كان الجرح في بالنسبة للمذهب فالصحيح الراجح أنه لا تطرح رواية الراوي على ما فصلنا من الكلام على رواية المبتدع. وأيضا من طرق الجمع أن يكون مثلا الجرح الجرح يأتي مقيدا والتعديل يأتي مطلقا، الجرح يأتي مقيدا والتعديل يأتي مطلقا، كل ذلك في أبواب الجمع. فنقول نقيد حيث التقييد ونطلق حيث الإطلاق. مثلا أن يقول مثلا هذا ضعيف في الشيخ، شيخ فلاني مثلا، نضرب مثلا على ذلك، في أحد يتذكر؟ سماك ممتاز، سماك مضطرب الحديث عن مش عن أكرم، سماك مضطرب الحديث عن عكرمة لكنه ثقة، ولو لم يكن ثقة لما روى عنه من؟ مسلم. لا مسلم، مسلم روى عنه، مسلم روى عنه. فيبقى إذن هذا جرح، يعني الجرح جرح مقيد ليس مطلقا، لذلك مسلم روى عنه. فسماك مضطرب في عكرمة، يبقى متى نطرح هنا رواية سماك؟ إذا وجدنا سماك روى عن عكرمة فروايته عنه مضطرب. وقد قيل في معمر، معمر عن الزهري روايته ليست بيش بمتقنة، وبعضهم قدم معمر على مالك حتى في الزهري، فالخلاف فيها موجود. لكن نحن نقول هنا تقييد وعندنا تعديل مطلق، فيبقى المطلق على إطلاقه في محله والتقييد إيه في محله. أو يقول مثلا أيضا كمحمد بن خازم الضرير أبو معاوية، قالوا أثبت الناس في الأعمش وهو مضطرب في غيره، أثبت الناس في الأعمش وهو مضطرب في غيره. فأيضا يبقى هنا نعمل الجرح حيثما كان ونعمل التعديل حيثما كان في هذا الباب. وقد يكون التضعيف بالنسبة ليش؟ بالنسبة لبلد أو بالنسبة لطريقة الأداء. كأن تقول مثلا بالنسبة لبلد، كأن تقول إسماعيل بن عياش، صحيح إسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين ولكنه ثقة في الشاميين، يبقى نقول هنا أو الجرح والتعديل أمكن لنا الجمع بينهما. إذا جاءت الرواية عن إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فهي ضعيفة، وإن كانت الرواية عن الشاميين فهي صحيحة. يبقى إذن هذا جمع بين الجرح وبين التعديل. أيضا كما قيل في معمر بن راشد أن حديثه بالبصرة لم يكن متقنا كحديثه بإيش باليمن، كتبه لم تكن معه. فيبقى ننظر في حديثه في البصرة وأيضا نفرق بينه وبين حديثه في اليمن، صحيح ولا لا. وأيضا من ذلك أن تقول مثلا معمر وهشام بن عروة، هشام بن عروة لما حدث بالبصرة جاءت له بعض الأخطاء، لأنه حدث من حفظي وأكثر عن أبيه فأنكروا عليه ذلك. أيضا قد يكون الجرح هو ليس بجارح، لكن قد يكون الجرح أيضا في الجمع بينهما أنه يروي مثلا بعض الأحاديث صحيفة كما أخذ على من؟ على عبد الله بن وهب، صحيح. ومع ذلك أنه ليس بجرح هذا، وإن كان الشافعي لا يرى بالوجادة لكن ليس بجرح. يبقى إذن الجمع بينهما أولا بأن نقول قد يكون الجرح مقيدا والتعديل مطلقا، فيعمل كل نعمل كلا في إيش في دائرة وفي محل. هذا بالنسبة للمسائل التي يمكن يكون فيها الجرح والتعديل فيما يعني الجمع. قد نقول أيضا من طرق الجمع أن يعني الجرح يكون بسبب الاختلاط أو بسبب التغير، فيكون الجرح بسبب الاختلاط أو بسبب التغير، هذا يكون مقيدا وليس مطلقا، لأننا سنفرق في رواية الراوي قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. كمثلا من؟ لا، هو قالها البشمهندس محدث سمعها، عبد الرزاق الصنعاني المصاحب المصنف. يعني هم يقولون يعني عمي تغير حفظه في ايش في كبري، عمي فكان يتلقن، لذلك كانت مرتبه الحديث عنده انه قبل الاختلاط وبعد ذلك. ابن عينه وان كان قد تغير باخره لكنه لم يتاثر. حماد بن سلمة ايضا تغير باخره لكن لم يتاثر بذلك. مفهوم الكلام غير مفهوم؟ يبقى هذا كله نوع جمع بين الجرح وبين التعديل. فإن لم يمكن الجمع بين الجرح والتعديل فيبقى هنا الترجيح، نصل إلى الترجيح. والحالة الثالثة إن لم يكن ثم الترجيح فإننا نتوقف في الروي، يعني إن لم نستطع أن نرجح نتوقف في الراوي لنعمل به حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الترجيحات قد نقول بأن الجرح لم يثبت، ف
فإذا كان الجرح لم يثبت فإننا هنا نقدم الإيه؟ تعديل. مثل عكرمة، عكرمة كل ما جاء فيه لم يثبت، لذلك اعتمد البخاري رواته. يبقى إن كان الجرح لم يثبت فإننا نقول بالتعديل، وكما قلنا البخاري يعني قد روى عن عكرمة وقد ورد فيه ما ورد. ابن عمر يقول لنافع لا تكذب عليه كما كذب عكرمة على ابن عباس، ثبت عن ابن عمر أنه قال ذلك، ثبت أنه قال ذلك بسند صحيح أن ابن عمر قال لنافع لا تكذب عليه كما كذب عكرمة على ابن عباس. والحق إذا ثبت ذلك توجيهه موجود، إيش هو؟ أخطأ، يعني معنى ذلك لا تخطئ علي كما أخطأ عكرمة على ابن عباس. طيب، وأيضا هم اتهموه بالمذهب، مذهب الخوارج. لو قلنا ثبت، دعك الآن من الدفاع عنه، لو قلنا ثبت أنه يتكلم بكلام الخوارج أو يدين بمذهب الخوارج، قلنا مرارا وتكرارا الرارح عند المحققين من المحدثين حتى من المتقدمين أنهم لا يرون المذهب إيش؟ لا يرون المذهب إسقاطا للراوي، لا يسقط الراوي، إن كان عيبا لكنه لا يسقط الراوي. فهذا بالنسبة للكلام على الباب، ثبت أو لم يثبت. إن لم يثبت الجرح يبقى التعديل يقدم. يبقى هذه الأولى في الترجيح. الثانية، ننظر في الجارح والمعدل، هذه من أبواب التعديل. فإن جاء التعديل في راوي ووجدت الجرح جاء كمثل من المتشددين، كمثلا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان جرح راوي، أو قل أبو زرع أبو حاتم جرح راويا، أو ابن حبان جرح راويا، فإذا ولدت هذا من المتشدد وجاء فيه التعديل يبقى لابد أن تقدم التعديل هنا. لما؟ لأن هذا متشدد في الجرح، متشدد في الجرح. اعكس، لو جاء من جرحه وإن كان متساهلا في الجرح مثلا أو شيء من ذلك، طيب من جاء والذي عدله متشدد، يعني عسير جدا في التعديل، يعني الروح تطلع قبل ما يعدل راوي مثلا، كمن؟ ابن القطان. القطان شديد، لا يعدل إلا بعد طلوع الروح. وأيضا أبو حاتم نفس الأمر، حاتم يقول الشافعي صدوق، هذه تكفي هذه. طيب، فيبقى إذن هنا إذا جاء التعديل من المتشدد في الجرح فعد عليه بالنواجذ، إذا جاء التعديل في المتشدد بالجرح فعد عليه بالنواجذ. أيضا من النظر إلى الجارح والمعدل، إذا كان الجارح ضعيفا في نفسه، هو ضعيف في نفسه أصالة، فالضعيف لا نأخذ قوله في التوثيق والتجريح. وهذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، مسألة عظيمة جدا جدا جدا. فلو جرح المتجسس أحدا فلا يقبل قوله، ليش؟ هو مجروح أصلا، هو ليس عدلا. يعني المتجسس الذي يتجسس إذا جرح بتجسسه فهو إيه؟ فهو لا يقبل قوله. لما لا يقبل قوله؟ لأنه فاسق أصالة، هو أصالة مجروح، سواء بقى وكل أحد يتجسس أو هو تجسس بنفسه، وإن كان تجسسه وقع على حقيقة الأمر التي فيها الجرح، يعني حتى لو وقع بتجسسه على جارح والجارح فيه ستر مستتر صاحبه، فصاحب العيب المستتر به لا يجرح، لأن العلماء اتفقوا على أن الجرح بإيه؟ بالإظهار لا بالاستثار، الجرح بالإظهار لا بالاستثار. فهو لو استتر وجاء المتجسس فرأى ذلك فجرحه فهو مجروح أصلا، فليس بعدل ليؤخذ قوله. صدقوني هذا التفات لأمور لو تفقهونها كان جيدا جدا، لكن هو علم وانتهى الموضوع. إذا علمتموه نظرا فخير، علمتموه عملا فخير، المهم أنه علم وانتهى الموضوع. هذا علم صحيح في هذا الباب. فلذلك نقول أصالة ينظر في الجارح، إن كان ضعيفا في نفسه فإن فاقد الشيء لا يعطيه. كمثلا يمثلون له المتقدمين، يمثلون لمين؟ كالأزدي، ضعيف هو في نفسه وهو ناصبي، يعني المسألة يعني هم كفر البشرية كلها أصالة. فأنت ترى بقى، يعني حتى بعض العلماء قالوا كلام النواصب في الروافض مطروح، وكلام الروافض في النواصب إيش؟ مطروح، عداوة ضارية لا ترى، من هؤلاء يكفرون ولا يكفرون ولا أحد منهم، الكل مطروح، الكل مطروح.
فهم يقولون لو كان جارح هو في نفسه ضعيف فلا يقبل منه تضعيف ولا توثيق ولا جرح ولا تعديل. وطبعا تطبيقه في عصرنا عشان ما حدش يقول ده في عصر واحنا في عصر الرواية. نعم احنا في عصر الرواية، ده التطبيق هذا لابد ان ينزل في الساحة ويعلم بذلك، لكن من اجل الجهل المطبق، من اجل الجهل والجهالات لمن حتى ترسم خطى العلم ووقف يتقدم للناس على انه طالب علم وهو لا يفقه شيء بهذه المصيبة، وقعت لنا هذه الاعاجيب. وفوق هذه الاعاجيب ما زالت تقع في هذا الباب. نحن اصلا لا نسير الا على هذا النهج، ونحن لن ننجو الا بهذا النهج. الامام مالك مش قال لن تصل لن يصلح اخر هذه الامه الا بمصالح به ايش اوله؟ فهنا يعني ينظر في الجارح، لو كان الجارح كما قلنا لو كان ضعيفا فهو لا يطرح لا يؤخذ به، لو كان اصلا متهما هو فلا يمكن ان يؤخذ منه ايش، هو متهم اصاله فكيف يؤخذ منه؟ لان في على وهذا الذي سيجرنا ان شاء الله الاسبوع القادم والدرس القادم ان ناتي بفصل كامل في الكلام على الصفات والسمات التي لابد ان تتوفر في الذي يوثق او يجرح. يوثق او يجرح يبقى ينظر في الجارح كما قلنا اذا كان ضعيفا فلا يؤخذ به، او ان كان قرينا فلا يؤخذ بجرح. كل هذا في راو جاء فيه ايه يا شطار؟ تعديل. لابد تعرف انه جاء فيه تعديل، لكن لو ما في تعديل لو الهوى جرحه ينجرح. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ مفهوم. طيب هذا في من اتى فيه التعديل، فكلام الاقران يطرح كما قال علماؤنا، حتى انهم قالوا كلام الاقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. انت ترى ابن ابي ذئب يطلب استتابه مالك، يقول يستتاب مالك عشان حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فمالك لا يقول به، فيقول ابن ابي ذئب يقول يستتاب والا ضربت عنقه. لمن؟ لمالك. كلام في مالك لا يقبل، ومالك لم يسكت، تكلم في من؟ في ابن ابي ذئب. فكلام مالك في ابن ابي ذئب غير مقبول، وكلام ابن ابي ذئب في مالك ايش؟ غير مقبول. الثوري تكلم في مالك لما قال له مالك، قال مالك وما مالك، على قلة الحديث يعني، وإن هو بحر في الرواية. لكن مالك طبعا كان ينتقي شيوخه، والانتقاء هذا الذي جعله يتقدم على كثير ممن كان في طبقاته. فالحق لو كانوا أقران فكلام الأقران إيش؟ يطوى ولا يروى إلا إذا ثبت باليقين الورع والتقى. فقالوا إن كان تعديلا فخذه وعد عليه بالنواجذ. يعني هو أصلا متى يطرح؟ إن كان جرحا، لأنه هو المنتظر الجرح، لأن القرين شحيح جدا في توثيق قرينه. القرين شحيح جدا في توثيق قرينه، إلا بقى في الإنصاف، وأهل الإنصاف هذا أمر آخر. كما قال الإمام البخاري مدح محمد يحيى الزهلي، ومحمد يحيى الزهلي وهو يتهم ومع ذلك يمدح، وبل روى عنه في كتابه الصحيح، لكنه إيه؟ لم ينسبه حتى لا يعني يكون قد صدق بما قال عنه في مسألة خلق القرآن، وهذا ظلم وزور على الإمام البخاري. هذا بالنسبة لمسألة الجرح أيضا والتعديل. وأيضا الأمر الثاني أن العلماء يقولون إن كان المجرح من أئمة الشأن والمعدل ليس كذلك، يعني المعدل رجل من فقهاء، رجل يعني ليس له في الصنعة ولا في الشأن، وكان المجرح من أمام أهل الشأن لا سيما المعتدلين الذين اعتدلوا منهم كأحمد كالبخاري كابن المديني أيضا كعبد الرحمن بن مهدي، فهنا نقول إيش؟ نقول الجرح يقدم لأنه من أهل الشأن. وعكس اعكس، لو كان التعديل من إمام أهل الشأن كالبخاري كابن مهدي كان يحمد سعيد القطان، وكان الجرح ممن ليس من أهل الشأن، الجرح هنا لا يقبل، بل يقبل التعديل، ويكون الجرح هنا يعني مطروح. أيضا إن كان التعديل من أئمة أهل الشأن وجاء الجرح من أئمة أهل الشأن، شوفوا انظروا هذه المسألة، التعديل جاء من أئمة أهل الشأن والجرح جاء من أئمة أهل الشأن، واطرح قل أنه ليس من المتشددين، لأن احنا قلنا لو من المتشددين نقبل التعديل صحيح؟ في غير الأمثلة التي ضربناها قبل ذلك، لكن جاء من المعتدلين هنا وهنا، فجاء من أئمة أهل الشأن التعديل وجاء من أئمة أهل الشأن التجريح. هنا نطبق القاعدة الجرح لا يقبل إلا مفسر، نطبق القاعدة هنا بأن الجرح لا يقبل إلا مفسر. لو ضربنا مثلا على ذلك مثلا، يقول ابن أبي حاتم في كتابه في كتاب الجرح والتعديل، يقول سألت أبي
عن عمر بن ربيعة أبو ربيعة الإيادي، عمر بن ربيعة أبو عمر الإيادي قال: سألت أبي عنه فقال أبي منكر الحديث. ونقل عثمان الدارمي أنه سأل يحيى بن معين، طبعا الدارمي تعرفون عثمان بن سعيد الدارمي، أنه سأل يحيى بن معين عن عمر بن ربيعة أبو ربيعة الإيادي، فقال الإمام يحيى بن معين قال: كوفي ثقة. تعرفون منزلة يحيى؟ يحيى بن معين في أي الأصناف هو؟ لا لا، يحيى بن معين متشدد، العلماء يصنفون يحيى بن معين من المتشددين، يحيى بن معين من المتشددين. عندنا أنا أقول الآن أبو حاتم، أبو حاتم متشدد والجرح، وهنا يحيى بن معين قد إيش؟ قد عدى. فهنا العلماء يقولون الآن طبقة واحدة الآن، فلابد أن نرى الجرح لابد أن يكون مفسرا، وقد فسره أبو حاتم، لذلك قدموا كلام أبي حاتم على يحيى بن معين. يحيى بن معين قال في عمر بن ربيعة الإيادي، أبو ربيعة الإيادي قال فيه أنه كوفي ثقة، أما أبو حاتم فقال منكر الحديث، وفسره الآن وضعفه لأنه يأتي بالإيش؟ بالمناكير، يعني يخالف الثقات في هذا الباب، منكر الحديث، قال منكر الحديث. فيقدم قول أبي حاتم في هذا الباب لأنه قد يعني فسره، بل قال العلماء ابن أبي حاتم روى بعض الحديث له أحاديث منكرة في التشيع، وكان شيعيا أيضا أبو ربيع الإيادي كان شيعيا، فأتى بأحاديث يعني تعضد المذهب وهي أحاديث منكرة، لابد أن تقال أنها أحاديث منكرة، حتى لو أتى بأحاديث تعضد المذهب لا يطرح إلا أن كانت منكرة، والأحاديث جاءت منكرة. وأيضا قال ابن أبي خيثمة: قلت لمصعب الزبيري إن ابن معين يقول في ابن كاسب أن حديثه لا يجوز لأنه محدود، يعني ضرب في الحد. قال: بئس ما قال، إنما حده الطالبيون في التحامل، يعني ما تحاملوا عليه في مسألة في هذا الباب في التحامل، ليس حدود الطالبيين عندنا بشيء لجورهم وظلمهم، يعني هو المسألة جاءت ظلما عليهم. قال: وابن كاسب ثقة مأمون صاحب حديث، أو قال ابن كاسب ثقة مأمون صاحب حديث، وكان من أمناء القضاء زمانا، وكان من أمناء القضاء زمانا. يبقى هنا قدم التعديل على إيش؟ على التجريح، مع أن التجريح هنا جاء بأنه قال مجهود في حد، فقلنا مجهود في حد يبقى ننظر هل الحد هذا حقا ثبت عليه أم لا، يبقى هذا مبهم مجمل، لذلك قدم إيه؟ قدم التعديل وأعطى القرينة على أن الجرح هذا جاء مجملا، لأن الحد هنا كان ظلما على ابن كاسب، كان ظلما على ابن كاسب. فيبقى إذن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، لابد أن يفسر ويفصل في الجرح كما قالوا في مسألة عكرمة وفي غير عكرمة. هذا نقف عند هذا الباب، وهناك قواعد أخرى إن شاء الله نزيدها إيضاحا مع الكلام على مسألة من الأهمية بمكان، وهي الشروط أو الصفات والسمات التي لابد أن تتوفر في المجرح وأيضا المعدل. يعني إيش؟ يعني الذي عدل متشدد والذي يجرح متشدد، تقدم التعديل، يقدم التعديل، لأنه إذا كان لا يعدل إلا بطلوع الروح وكان متشددا في الجرح يعني بالغلطة والغلطين يجرح، التعديل يقدم، التعديل يقدم قولا واحدا. فهمت كيف؟ خالد الحذاء تكلم فيه شعبة، احنا ممكن نقول لهنا يعني كان لابد نضرب هذا المثل بأنه ممكن يكون أصلا يجرحه بما ليس بجارح. شعبة مثلا لو رأى مدلسا خسف به الأرض، يعني لو جاء على المدلس وعنعن ولم يؤذن خسف به الأرض، فهنا لا يقبل. ليش؟ لأن احنا قلنا أن التدليس الراجح أنه ليس بجرح، لا سيما أنه قال حتى على الأعمش الذي يدلس تدليس من التدليس الذي يعني ينتهر عليه، قالوا لو قال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا فعد عليه بالنواجذ. هذا هو من اللي هي أعماله، يعني ممكن نقول بأصوال الحق أنه ضعيف، إحنا أصلاً بدين الله أنه ضعيف، احترقت ولا ما احترقتش هو ضعيف أصلاً، ده ازداد ضعفاً باحتراق الكتب لما حدث من حفظي أتى بالإيش؟ بالأغاليط، خلط والله. يعني وقال عبد البر كلام وجيه جداً، وإن كان ابن الصلاح رد وقال هذا توسع غير مرضي، لكن الحق أنه راجع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.